مزيد من التعديل خاصة وإحنا مقبلين في تعديل ضمن الأسرة والقانون الجنائي والعديد من القوانين. تزنيد في سلسلة المحطات اللي كتنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وهذه مناسبة لتجديد التواصل وتجديد الثقة بيننا بين المناضلات ديال الحزب، استعدادا للمنتدى الوطني اللي غادي ينعقد ان شاء الله في 4 مارس بمدينة مراكش. وحنا كنواب برلمانيون وكممثلي الأمة، هذه فرصة في إطار العطلة التشريعية أنه تكون فرصة لقاءات ونزلوا لو تيغان باش تكون نتلاقاو مع المواطنين، نشوفوا المتطلبات ديالهم باش تكون موضوع ديال الترافع في افتتاح الدورة التشريعية المقبلة. المنظمة الجهوية للنساء التجمعيات بجهة سوسمة الصدرعة تعقيد منتدى مهم بجدول أعمال أيضا مهم في إطار السياق النقاش الوطني حول الإصلاحات التي ممكن أن تعرفها مدونة الأسرة، وأيضا في إطار ما تقوم به الحكومة من مجهودات للرفع من التمكين الاقتصادي ورفع نسبة نشاط النساء في المجتمع. الحكومة عملت واحد السقف اللي هو ديال 30% وتشتغل على هذا الورش بكل جدية. المرأة هي نصف المجتمع، وهي يعني إلى جانب الرجل من يعني المساهمين المباشرين في التنمية في بلادنا. الحكومة تعي هذا الموضوع، الحزب أيضا يضع هذا الموضوع يعني في أولى أولوياته، دائما في إطار النواة الصلبة للمجتمع اللي هي الأسرة الموحدة القوية، لأنه حتى على المستوى القيمي وعلى المستوى يعني خلق الطبقات الوسطى وعلى مستوى المساهمة في التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية لابد للأسرة أن تكون متماسكة، لأن هذه الأسس اللي مبني عليها المجتمع المغربي. والتجمع الوطني الأحرار يعني في إطار هذا النقاش ينتبه لهذه المسألة بكثير من يعني الدقة، لأن هذا واحد من يعني لي فوندامونتو ديال 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 المجتمع التي يجب أن نمكنها اقتصاديا واجتماعيا ونوفر كل الإمكانيات سواء كانت قانونية وحتى ثقافية، لأن المشكل ماشي بالضرورة اقتصادي أو لا قانوني، ولا كيف ننظر للمجتمع. وهنا ربما يجب إعادة النظر كيف ننظر للمرأة، كيف ينظر المجتمع للمرأة. هنا ربما يجب إعادة النظر في فضاءات التلقين، في المناهج، في البرامج، في التعليم، لكي نستثمر كل الإمكانيات اللي كاينة عند العبقرية المغربية، لكن كيف ما قلت في إطار ديال الأسرة الحاضنة اللي كتشكل نواة الصلبة للمجتمع. اليوم الدور ديال المرأة لا شك فيه ما دور مهم، يعني هنيئا للمرأة المغربية لأنهم يعني تمكين المرأة قانونيا وتمكين المرأة اقتصاديا، يعني ورش كبير ولكن لله الحمد ورش متسلح بالإرادة الملكية. أن سيدنا الله ينصرو وضع الموضوع ديال المرأة يعني في الأولويات ديال السياسة الحكومية، والمرأة كذلك هي من بين المضامين الأساسية ديال النموذج التنموي الجديد. يعني اليوم هذا شكل من أو نوع من التنزيل ديال هاد المضامين اللي تأكد عليهم النموذج التنموي، هذه يعني خطوة يعني قوية وإشارة قوية بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للمرأة إن شاء الله. إذا هنيئا راه كما شفتوا اليوم المرأة التجمعية ديال جهة سوسمسة كانت حاضرة بقوة، ويعني بالمناسبة كذلك تنهني الأخت زينة بشاع على التفاؤل ديالها وعلى الحنكة ديالها وعلى الاجتهاد ديالها بصفتها رئيسة أو الموسيقى الجهوية لمنظمة المرأة، وكذلك أمينة بن المخضرة اللي هي رئيسة المنظمة التجمعية الوطنية اللي تقوم بواحد الدور كبير يعني وترفع الصوت ديال المرأة عاليا يعني في التراب الوطني. هذا حديد التوريس محشو ربي. هذا حديد التوريس محشو ربي.